لينس بيفيدني في ايه التوتال لينس ده؟ انا عندي شويه خطوط كتير كده وعايز اعرف اطوال الخطوط دي كلها مع بعض كام. هقعد بقى امسك خط خط واجيب دايمنشن واكتب في ورقه ونقعد نحسب مع نفسنا كده ونجمع في الاخر؟ لا، في نسبه بيسهل العمليه شويه. طب اسمه ايه؟ ادخل من قائمه تول لود ابلكيشن حاجه اسمها التوتال لينس تي وتك لود لود كلوز الاختصار بتاعه تي تي انتر. هيقول لك سيلكت، هعمل له سيلكت على كل دول انتر، قال لي التوتال لينس كذا. استفدت انا ايه برضو من دي؟ الحاجات دي كده بتفيدك في الحصر. بمعنى انا مثلا لو فتحت لوحه زي دي شايف السيميلات دي كلها؟ انا عايز احصرها كلها بكليكه واحده. انا هاجي ماسك بس السيميلات هقول له لير ايزوليت. دي كلها سيميلات. تمام؟ هقول له بس توتال لينس، هدخل اقول له من تول لود ابلكيشن توتال لينس لود كلوز تي انتر. المعلم عليهم كلهم انتر التوتال لينس الرقم اللي انت شايفه ده. الرقم ده كبير عشان اللوحه دي مرسومه بالملي ما تتخضش. بس انا دلوقتي هاخد الرقم ده على طول وده اطول السيميلات ولا هقسمه على اتنين؟ واقسمه على اتنين ليه؟ عشان دول خطين، هو ملوش دعوه، هو ما بيعتبرش ان ده سميل، هو لقى خط ولقى خط، راح حاسب طول الاتنين ونجمع جمع جمع جمع، فهو بيجمع الاتنين، فانت تقسمه على اتنين. كده يبقى انت عرفت اطول السيميلات كلها كام؟ عندك كده طول وعرض السيميل اضرب ده في ده، جبت الحجم بتاعهم كام؟ عرفت كميه الخرسانات اللي انا هستخدمها في السيميلات كام؟ وصلت؟ الحاجات دي بتفرق في الحصر كتير. طبعا في الحصر اللي هو الشامل ما بعملش كده. انا بنمزج السيميلات دي واخد نموذج نموذج. بس انت بتتكلم بقى دلوقتي انا عايز طلبيه على طول. الحاجات دي بتسهل شويه.